الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محدثكم خالد السعيد، أناقش المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب اللي هو اللايك علشان يوصل المقطع على أنحاء المنصة، وأيضا لدعم القناة يفضل الاشتراك فيها وهو بالضغط على زر السبسكرايب، ولا تنسون تفعلون التنبيهات ليصلكم كل جديدنا من المحتويات اليومية اللي ننزلها في القناة. فكعادة المقاطع اللي أقدمها ندخل في آخر الأخبار اللي تخص جميع الساحات، وبهدف أننا نفهم الثقافات الموجودة ونعرف كيف نتعامل معها وآخر مستجداتها. وفي هالمقطع بنستعرض آخر الأخبار الثقافية والعامة الخاصة بمجال السيارات. فتعرفون السيارات لها العديد من المهتمين، فبنحاول ندخل بالثقافات المهتمة بالسيارات وخصوصا الثقافات المحلية، وندخل بعدها بأخبار السيارات، وبعدها ندخل بأخبار الدراجات النارية، ونختم بأخبار المعدات الثقيلة. وإذا بدينا بالأخبار المحلية وخصوصا الثقافات المهتمة بالسيارات، فلاحظنا في هالشهور ان ثقافة من الثقافات وهي اللي تعرف بثقافة الهجولة، وهي من ثقافات التفحيط وتعتبر من اخطرها ايضا. فلاحظنا هالثقافة بدأت تتلاشى في الشهور الاخيرة، خصوصا المؤدين او المفحطين او اللي يسمونهم الطارات بدأوا الان يتركون هالثقافة. حتى الناس اللي كانوا يوثقون عروضهم ما عاد صاروا يجيبون اي جديد لعروضهم، بل صاروا اغلبهم يعيد منتجة المقاطع او يجيب مقاطع من الارشيف. فقناة عويس في منصة اليوتيوب هي مهتمة بثقافة الهجولة، وجاب خشية أو استعراض تفحيط للطارة دوائري من الأرشيف، فكان استعراض داخلي يعني داخل السيارة، وأيضا من المقاطع اللي جابوها من الأرشيف أي أنها مسجلة من قبل ومن فترة طويلة. فما ندري عن هالثقافة هل هي تبي تستمر ولا بتوقف، والسبب قد يعود لتشديد الحملات الأمنية في الشوارع. لكن إذا انتقلنا لثقافة أخرى مهتمة بالسيارات واستعراضها، وهي ثقافة الشعبي، عاد لها أسامي كثير، بعضهم يسمونها الدرباوية، لكن اسمها الحقيقي هو التفحيط الشعبي. فالتفحيط الشعبي كان موجود من عام 1970 ويمكن قبل بعد، فكان الشيبان طايحين بهالنوع من التفحيط، وعادة ما يركزون على سيارات الدفع الرباعي أو سيارات الحوض في استعراضهم بالشوارع. لكن الثقافة هذه بدأت تصير مقننة، أي أنهم بدأوا يستعرضونها في الحلبات، مثل حلبة ديراب اللي استعرضها قناة المصور مارشن في منصة اليوتيوب. فاستعرض مجموعة من عروض التفحيط الشعبي للمؤدين ستوك ومجول في حلبة ديراب، وبترك لكم رابط المقطع في خانة الوصف للي حاب يطلع عليه. أما إذا انتقلنا لثقافة أخرى من ثقافات التفحيط، وهي ثقافة التطعيس. فثقافة التطعيس أيضا تعتبر من الثقافات اللي مهتمين فيها بعض الناس، وخصوصا المهتمين بسيارة الدفع الرباعي. فقناة القوة للدفع الرباعي 4WD نزل مجموعة من عروض التطعيس، ونزل مقطع توعوي يستاهل الصراحة الأصحاب سيارات الدفع الرباعي، وهو نزل طريقة مهمة لشد المسامير وخصوصا مسامير الدبل بمنتج اسمه لوكتايت، وحط شرح مفصل لطريقة تنظيف المسامير حتى أنها ما ترتخي. وبترك لكم أيضا رابط المقطع في خانة الوصف للي حاب يطلع عليه. أما إذا انتقلنا لثقافات أخرى مهتمة مو بالسيارات بل بالدراجات النارية، فثقافة الدراجات النارية بدأت تزيد في الآونة الأخيرة خصوصا بين الشباب. فقناة علوش بايكر قدم تمرين لقيادة الدراجة على المنحنيات، والصراحة أبدع كعادته في استعراض المقاطع، وبترك لكم أيضا مقطع في خانة الوصف للي حاب يطلع عليه. أيضا لو انتقلنا لثقافة أخرى مهتمة بالسيارات وهم اللي يستعرضونها ويستعرضون أيضا مواصفاتها، فقناة نمر 2500 عرض أسرع سيارة سيدان شركة مرسيدس، وأبدع كعادته في عرض مقاطعه، وبترك لكم أيضا رابطة في خانة الوصف للي حاب يطلع عليه. لكن إذا انتقلنا للمستوى النخبوي للمهتمين بالسيارات، وهم أفضل فئة من بين فئات الناس المهتمين بالسيارات، وهم اللي يهتمون بالسيارة لصيانتها وتعديلها واكتشاف عيوبها، فقناة صيانة سيارتك أبدع في عرض وفحص أحد سيارات شركة GMC أو اللي يسمونها جومز، وتم صيانته، وكان يقول أن الشخص اللي جاب السيارة قد فحصها عند ورش، لكن مع ذلك ما عرفوا مشكلة الخلل اللي في السيارة. وشوفوا سبحان الله، مجهود فردي مثل قناة صيانة سيارتك اكتشفت المشكلة اللي كانت موجودة، وحرص صاحب القناة بارك الله فيه انه ما يتم فحص السيارة عند ورشة واحدة، بل عند عدة ورش حتى يكتشف المشاكل اللي فيها. لكن خلونا ننتقل الان لاخبار شركات السيارات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة واخر اخبارها. فاللي ما يدري ان شركات السيارات تعتبر من اكثر شركات استحكارا، لانها على قلتها مستولية على السوق وسعره وتوجهاته. فزي ما تشوفون في الصورة، هذه الشركات هي اللي مستولية على السوق، وهي اللي تساهم في ارتفاع سعره وانخفاضه وتوجه الصناعة وتغيراتها. فلا بد ان الواحد يكون واعي في نوع السيارة اللي يشتريها، وخاصة الشركة، خصوصا اذا كانت هالشركات تنزل لك سيارات سنويا، فهذا ندلدل على كثرة الاستهلاك اللي جالسة هالشركات تسويه لمدة عقود عديدة. لكن اذا دخلنا اكثر الشركات انتشارا، وهي شركة تويوتا، فنزلت نموذج جديد لسيارة كامري، وخلوها مدمجة او اللي يسمونها
يسمونها كروس اوفر هاتشباك. والصراحة انا ما ادري ليش تويوتا بدت تتهاوى في الاونة الاخيرة بتصميم سياراتها. فقبل اسبوعين وريناكم شكل اليارس الجديد اللي صراحة خيبوا امالنا بالتصميم حقها، والان عرضوا الكامري اللي صراحة شكلها يجيب الهم. لكن اذا انتقلنا لشركة لكزس، وهي شركة مهتمة بالسيارات الرفاهية وايضا تابعة لشركة تويوتا اللي ما يدري، فشركة لكزس الان بدت تختبر سيارة جي اكس الجديدة، وهي تعتبر من السيارات الرياضية متعددة النقل او اللي يسمونها الاس يو في. فتعرفون شركة لكزس شكلها تبي تركز على السيارات الرياضية متعددة النقل او الاس يو في، لانها بتكون توجه للمستهلكين في السنوات الجاية. فالمستهلك صار يعرف ان السيدان والسيارات الصغيرة ما منها لزمة، وخراباتها اكثر من خرابات السيارات الكبيرة او تصنف من السيارات الرياضية متعددة النقل او اللي تسمى اس يو في. لكن اذا انتقلنا لشركة نيسان، فهي ايضا جالسة تختبر احد سياراتها الجديدة اللي اسمها تايتن، وهي تعتبر من السيارات الحوض وايضا من السيارات اللي بيركزون عليها المستهلكين في السنوات الجاية، لانها تعتبر من السيارات اللي تتحمل في طريق اكثر، خصوصا مع الطرقات الوعرة. فانت لا بلعت مطب بسيارة سيدان ولا صغيرة خطرها عليك اكثر مما اذا بلعت مطب بسيارة كبيرة اللي هي السيارة الرياضية متعددة النقل او الاس يو في، او حتى سيارات البيك اب اللي هي الحوض. لكن الله يعين على شكلها هل هو بيسوى ولا ما يسوى. اما اذا انتقلنا شركة هوندي او على قولة بعض الناس هونداي، فنزلت نموذج جديد لسيارة سوناتا 2020 اللي صراحة شكلها يقلب السبت ومخيب للآمال. وانا مدري اللي يحبون شركة هوندي ليتهم يكتبون في خانة الوصف اذا اعجبهم التصميم وليش اعجبهم. فشكل السيارة صاير مقصقص، تحس ان الشركة قاصده انها تقلل التفاصيل في السيارة علشان توفر فلوس، وحاطين لك لمسة رياضية على اساس انهم يعني يغرون الشباب بشرائها. لكن اذا انتقلنا لشركة كيا، وهي تابعة لشركة هوندي، فعرضت نموذج لسياراتها الكهربائية إماجن، واللي بتكون الكثير من الشركات تركز على السيارات الكهربائية والمنافسة فيها، لكن قد يركزون أيضا على إعادة تصميمها وتعديل عليها بعض اللمسات حتى تصير مستعدة للمستهلكين. لكن إذا انتقلنا لشركة جيب، فانشرت نموذج لسيارة شورت كات للمصمم إيغور ديميترينكو. فالصراحة لو تشوفون السيارة طالعة كأنها لعبة، طبعا هذا تصميم ثلاثي أبعاد، يعني ما هي بسيارة حقيقية، وهو مجرد نموذج أو اللي يسمونه كونسبت حتى تقرها الشركة وتبدأ تصنيعه. لكن الغريب اللي بيلاحظ ما فيه زجاجة أمامية أو قزاز أمامي، وما أدري تحس إنها كأنها سيارة باقي، لكن يجي منها شوي، ولو إنها ما ندري إذا هي بتنزل عندنا في الشرق الأوسط أو لا. أما إذا انتقلنا لشركة جنرال موتورز، وهي اللي ماسكة شركة شيفي أو شيفرولي، وماسكة أيضا شركة جي إم سي، فيذكر إن شركة جنرال موتورز قد ما تغير طرازات سيارات شيفرولي تاهو وجي إم سي سوبربان أو اللي يسمونه سوبربان، وأنا ما أدري ليش يسمونه سوبربان، هو اسمه سوبربان. لكن يقولون أن التاهو والسوبربان 2020 قد يكون متشابه مع الطراز اللي بعده وهو 2021، يعني ما هو بمغيرين شيء كثير، وهذا علشان تبي توفر الشركة أيضا دراهم، وبنفس الوقت ما تقعد تعيد تصنيع قطع الغيار. وهذا اللي خلينا نحرص العديد من الناس أنهم ما يشترون السيارات الجديدة، بل يحرصون على شراء السيارات المستعملة حتى هالشركات تخفف من هالفسقة والاستحكار في السوق. أما إذا انتقلنا لشركة فورد، فهي الآن جالسة تختبر سيارة F-150 من موديل 2021. فالصراحة سيارة فورد F-150 تعتبر من أفضل السيارات الحوض أو البيك أب، لكن حتى الآن ما ندري عن طرازها الجديد هل هو بيسوى ولا بيكون متهالك زي بعض السيارات اللي ما يحتاج نذكر اسمها. وأما إذا انتقلنا لشركة BMW، فتم رصد بعض الصور لسياراتها الجديدة M3 2020 الرياضية، واللي جالسين الآن يختبرونها علشان تكون جاهزة في السوق. والصراحة يغبنك الناس اللي يشترون هالنوع من السيارات، لأنها غالية وفوق هذا كله تخرب بسرعة، ولا تستاهل الشركة حتى تدعم. وأيضا إذا انتقلنا لشركة مرسيدس، وهي أيضا من السيارات اللي ما تستحق الدعم، إلا أنها نزلت قبل فترة نموذج جديد لسيارة GLB، واللي بتكون أحد السيارات الرياضية متعددة النقل المدمجة أو اللي يسمونها كروس أوفر SUV. وذكرت شركة مرسيدس أنها قد تعيد بعض التعديلات على نموذج السيارة في الأيام القادمة. فاللي بيلاحظ شركة مرسيدس ركزت على سيارات الرياضية متعددة النقل، لأنهم عارفين أن المستهلكين في السنوات الجاية بيركزون على هالنوع من السيارات، فسياراتهم السيدان والصغيرة بيقل الطلب عليها، خصوصا على كثرة مشاكلها وغلاء سعرها اللي ما يستاهل الواحد يحط فلوسه فيها. لكن خلونا ننتقل الآن لأخبار الدراجات النارية. فشركة ياماها أو على قولة بعض الناس ياماها، فقامت الآن تستدعي آلاف من دراجاتها النارية اللي هي R3 بسبب خلل في الفرامل. عد مال أمها سنع فرامل وبدباب، يعني ما برادك الأقرب جدار، الله يكفينا الشر. لكن حرصت الشركة أنها بتحاول تعدل الخلل، والمشكلة أنها كانت في آخر طرازات دراجاتها النارية اللي هي R3. لكن إذا انتقلنا شركة هوندا، فعرضت أحد دراجاتها الرملية اللي هي CRF 250R اللي بتنزل
بتنزل في آخر هالعام وهي من طراز 2020. فتعرفون بعض الناس المهتمين بالدراجات الرملية قد يركزون على دراجات ياماها لأنها بدأت تركز في الآونة الأخيرة عليها. لكن إذا انتقلنا لشركة هارلي ديفيدسون فصرحت الشركة أنها تبي تزيد الإنارة لدراجاتها الجديدة لعلها تساهم في رفع سلامة سائقي الدراجات في الطرقات. فتعرفون الإضاءة والإنارة ضرورية، فلا واحد كاع فرمل ولا وقف ولا لف من بيشوفه هو يد الدباب. فزين انه يشتري دراجة نارية فيها إضاءة وتنشاف، عسى الله يكفينا من هالحوادث وما يجي وراها. لكن خلونا ننتقل لشركات المحركات والمعدات الثقيلة. فيذكر ان شركة سكانيا بدأت تختبر شاحناتها الكهربائية بالتعاون مع شركة سيمنز. فتعرفون الحين حتى الشاحنات بدأوا يزودونها بالتقنية الكهربائية حتى انها تخفف من استخدام الوقود. وايضا العديد من الشركات اللي بدأت تتعاون مع شركات تقنية والكترونية حتى تساعدها في تزويد الخصائص وتطوير امكانيات محركاتها وسياراتها. لكن اذا انتقلنا شركة سوزو، او على قولة بعض الناس سوزو، فهي الان تعاونت مع شركة جنرال موتورز لتطوير شاحناتها المزودة بالوقود. فخصوصا مع زيادة النقل وزيادة طلب المتاجر على هالسيارات، جيد اننا نشوف شركات تتحد حتى انها تحسن تطوير شاحناتها او سياراتها بشكل عام. فهالشيء هذا بيساهم في المستقبل بان تكون المتاجر مستعدة في نقل بضايعها ومواجهة السلبيات الموجودة في السيارات او الشاحنات اللي تنقل البضايع. لكن شاركوني اراكم في خانة التعليقات عن الاخبار اللي قدمناها، وش اللي اعجبكم وش اللي ما اعجبكم، واذا عندكم اي اقتراحات او اراء لعلنا نحسن سرد الاخبار في الايام المقبلة. وايضا لا تنسوني من تقييم المقطع بالضغط على زر الاعجاب اللي هو اللايك، لانه ضروري حتى ينتشر المقطع في منصة اليوتيوب ويوصل للناس المهتمين بمجال السيارات والمحركات وحتى الدراجات النارية والمعدات الثقيلة. وايضا ادعم القناة بواسطة الاشتراك فيها بالضغط على زر السبسكرايب، وفعلوا التنبيهات حتى يصلكم مقاطعنا اللي تنزل بشكل يومي وكلها تخص الجوانب اللي تهم المجتمع والثقافات الموجودة فيه.